أن هذه المناسبة مناسبة جميلة على الرياضة البحرينية، عند طبعا قبول جلالة الملك الرئاسة الفخرية لنادي المحرق شيخ الأندية الخليجية. طبعا المحرق تاريخ، وعندما يرتبط هذا التاريخ بالرئاسة الملكية فأعتقد راح يكون شأن كبير لهذا النادي، اللي طبعا يعتبر إضافة لتاريخ نادي المحرق، وأيضا فخر وشرف لكل الرياضيين وليس للمحرق وأهالي المحرق. فأعتقد الآن حان الوقت أن يغير المحرق الشعار إلى الشعار الملكي، أسوة بالأندية التي تطلق عليها أندية الأندية الملكية. فأعتقد المحرق يستحق هذا التكريم، وطبعا التكريم من قمة الهرم في مملكتنا الغالية. فأعتقد لا يسعنا أن كرياضيين إلا أن نقدم كل الشكر والتقدير والعرفان لجلالة الملك، والذي يعتبر طبعا رمز للرياضة البحرينية، وهنيئا للمحرق وجماهير المحرق ومنتسبي المحرق وأهالي المحرق ولكافة الرياضيين في مملكة البحرين.